كل سنة وانتم طيبين في بداية سنة جديدة 2016، والحقيقة أبونا رام عزمي من كونتيكت في أمريكا وراني عرض فيديو كده لمدة دقيقتين، ممكن نسميه اختراع، عمله ابننا يوسف بطرس في أمريكا لمكنة لإنتاج القربان. عمل فيها فكرة طيبة، وبالذات القربان كتقليد مصري قديم، وبنستخدمه في لقمة الألوجية اللي هي لقمة البركة اللي بنقدمها في نهاية القداس لافتقاد كل أحد. ممكن تبقى لقمة، ممكن تبقى قربانة. فأنا شفت مكنة بتعمل القربانة بإنتاج سريع شوية، ممكن أسميه كده لارج سكيل، وفيها التقليد، فيها الختم، فيها مكان الثقوب اللي في القربانة، الخمس ثقوب، فيها شكل الصليب طبعا، فيها الكتابات اليهود القبطية، وفيها شكل القربانة اللي هي بتتوزع على الشعب في الكنيسة. وطبعا ان كنيستنا تحتفظ بهذا التقليد شيء مهم جدا. وزي ما سمعت من ابونا انه الاخ يوسف بطرس مخترع هذه المكنة، عايز يقدمها لكل الناس بحيث انه يساعد في انتشار الفكرة. وطبعا الانتاج من غير هادر، مفيش حاجة بتضيع منه، وانتاج نقي كويس، وحجم القربانة حجمه مناسب انه يبقى يكون للفرد، باستخدام الفرد. واعتقد ان ده هيكون مناسب كتير جدا في الكنائس الكبيرة او حتى الكنائس الصغيرة لما يبقى الانتاج مشترك ما بين اكتر من كنيسة. بشكر الاخ يوسف وبشكر الفكرة بتاعته، وزي ما انا سامع من ابونا انه هو بيحب عمل صناعة القربان، وده اللي خلاه يوصل للفكرة الجميلة دي. فكرة جيدة، وأنا شايف إنها ممكن تفيد أماكن كتيرة في كنايسنا في إنتاج القربان اللي بيقدم ويوزع على الشعب. طبعا إنتاج المكنة إنتاج جميل، لكن من باب الأمانة فحقوق الطبع محفوظة. المكنة دهيت بطريقتها زي ما انا عارف او سامع من ابونا على الاخ يوسف انه عايز يقدمها لكل احد، بس طبعا بدون استغلال، وبدون استغلال الفكرة او الاختراع، وانه يكون ده من وراء اي ربحية، ودي رغبة الاخ اللي اوجد هذا العمل. ربنا يعوضه بالخير وربنا يبارك كل عام. شكرا. النهارده هنعمل فطير الملاك، وده ختم الملاك. القربان، شلنا ختم الملاك وهنحط ختم القربان.